هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: كيف أتخلص من قرض ربوي علما بأنني تورطت فيه جهلا مني، وبعد أن اكتمل البيت علمت بالحكم الشرعي، فما الحل؟ الحل في التوبة إلى الله عز وجل ألا تعود لمثل هذا، وهذا الشيء فات. أن تأخذ منك الربا، لو أنك أخذت أنت الربا وتملكته قلنا تصدق به، لكن هو أخذ منك، فعليك بالتوبة إلى الله وعدم الرجوع لمثل هذا العمل. نعم.